أيام قليلة مرت على تتويج فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي تحت 15 سنة بلقب بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات لموسم 2020-2021، وهو استكمال لمسيرة القلعة الحمراء في مختلف الألعاب والبطولات. تنس الطاولة في النادي الأهلي ليس مجرد لعبة، بل هو مصنع للأبطال، وهو ما رأيناه في تتويج ناشئي تنس الطاولة ببطولة الجمهورية، وهم مؤمن صلاح وياسين ياسر وحسين وائل. ونفس الأمر مع ناشئات الأهلي في البطولة، وهن هنا جودة، جنى وجيه، ومريم حسين. وعندما نتحدث عن إنجازات الأهلي في اللعبة، فلابد أن نتحدث عن أبطال الجهاز الفني الذي يقوده أشرف عبد الفتاح المدير الفني، وفتحي عبده مدير قطاع الناشئين والناشئات. وضيفون اليوم الكابتن فتحي عبده، والذي مثل مصر في تنس الطاولة منذ سن 15، وعقب اعتزاله اتجه للتدريب وحصل على العديد من البطولات العربية والقارية، كما حصد عدة أوسمة حتى تولى منصب مدير قطاع الناشئين والناشئات منذ 12 عاما ليواصل حصد البطولات لاعبا ومدربا. جاهزة دائما لاستضافة كافة البطولات القارية والعالمية، وهذا ما رأيناه في أمم إفريقيا 2019 للكبار وتحت 23 سنة، إلى جانب العديد من البطولات في الألعاب الأخرى، بالإضافة إلى احتضان بطولة العالم لليد في يناير المقبل. وها نحن نستعد للبطولة الإفريقية للدرجات وبطولة العالم التي ستقام في أبريل 2021، لنرسل للعالم رسالة مفادها أن مصر على قدر الدنيا بالعمل على أرض الواقع، وفي ظل جائحة كورونا نستطيع العمل بكل جدية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى. واستعد اتحاد الدراجات للبطولة فور عودة النشاط الرياضي بعدة قرارات، أولها خضوع لاعبي المنتخب وكذلك الأجهزة الفنية والطبية للكشف الطبي للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، كما تم الاستقرار على إرسال تعميم إلى الأندية بإجراء التحاليل الطبية للاعبين والمدربين، كما قرر الاتحاد توفير أجهزة قياس حرارة عن بعد لاستخدامها لقياس الحرارة تنفيذا للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة. وطبقت اللجنة المختصة إجراءات عودة النشاط بوضع خطة فنية وطبية مشروطة بتنفيذ كافة الإجراءات الواردة للاتحاد وعرضها على اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى الاحتياجات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا. كل هذا وأكثر سيتم تعميمه أيضا على المشاركين في البطولات الإفريقية والدولية وفقا لبروتوكول طبي عالمي. ولم يقتصر الاستعداد للبطولات بالإجراءات الطبية فقط، بل هناك تجهيزات خاصة بمضمار الدراجات باستاد القاهرة ليصبح على أعلى مستوى من التقنيات بعد تطويره. مرحبا بحضراتكم في آخر فقرة، ومعنا دكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي ونائب أيضا رئيس الاتحاد الدولي للدرجات. يا صباح الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك يا فندم. منور الدنيا يا فندم، سعداء بوجود حضرتك معنا. وطبعا عندنا يعني نقط كتير هنتكلم مع حضرتك بخصوصها، بس أستأذنك نبتدي ب يعني نما إلى علمنا أن مؤخرا كان في مذكرة تفاهم أو بروتوكول تعاون تم توقيعه مع المملكة العربية السعودية، فعايزين نعرف من حضرتك بنوده ومدى أهمية هذا البروتوكول. بس في البداية أحب أشكر قناة الأهلي وأشكركم يعني الحقيقة على أن أنتوا يعني اهتميتوا برياضة درجات، على الرغم من أن الرياضة مش موجودة لسه في النادي الأهلي، وإحنا لازم يعني، وده يمكن سبب رئيسي حببني في أن أنا لازم أجي، أن إحنا يعني النادي الأهلي أكبر نادي في مصر، أحسن نادي في مصر بالنسبة لي، لازم يكون إن شاء الله جواه لعبة الدرجات. أنا هبدأ يعني معكم إن إحنا يعني نتوجه يعني للكابتن الخطيب إن إحنا عايزين رياضة الدرجات تدخل النادي الأهلي، وإن شاء الله لأن رياضة الدرجات هتسعد جمهور النادي الأهلي. رياضة الدرجات مش لعبة واحدة بس، مش في الطريق، عايزين نعمل النهاردة عندك أكتر من استاد للأهلي في مصر، ممكن نبني مضامير، والمضامير مش مكلفة جدا، لكن هذه الرياضة حلوة لنفس الناس اللي موجودين اللي هم أعضاء النادي، سواء على مستوى
الشباب الصغير من 5 سنين لغايه 70 سنه. تمام. فانا يعني احب ان انتم تعضدوني في هذا الطلب. اكيد اكيد ان شاء الله يعني حاجه، واي حاجه نقدر نساعد كمان من خلالها اكيد مش هنتاخر، اكيد يعني تكونوا معانا في كل حاجه. شباب رائع. لا انا كنت هروح بقى مع حضرتك للبروتوكول اللي تم توقيعه مع الاتحاد السعودي، يعني عايزين نعرف بقى كل التفاصيل. اتفضل يا دكتور. يعني ده كده انا هبصم لقناه النادي الاهلي، ما فيش حد يعرف البروتوكول. احنا كل حاجه موجوده. شفت بقى يا دكتور، بس زورنا تجد ما يسرك. انا فعلا يعني ما طلعتوش حتى من مكتبي لاسباب. هو جه يعني احنا كنا متفقين مع يعني مع الاتحاد العربي، رئيسه الشيخ فيصل القاسمي من الامارات، وانا نائب الاول رئيس الاتحاد العربي، لكن احنا بنتعاون كلنا مع بعض. السعوديه من الدول القديمه في الاتحاد العربي اللي هي بيها علاقات قديمه جدا، فكنت هناك تقريبا الاسبوع اللي فات، عملنا بروتوكول مع رئيس الاتحاد السعودي اسمه صباح، من الناس كويسه، الشباب الصاعد. الدوله هناك بتعضد قوي، الدراجه ابتدت تنتشر قوي في الوطن العربي وخاصه برضو في السعوديه. بروتوكول محتواه ان احنا نكون متبادلين في كل الخبرات، نوع خبره سعوديه خبره المصريه، يبقى في تبادل، تبادل المدربين، تبادل المؤتمرات. يعني لو عندنا مؤتمر او عندنا بطوله السعوديه تبادر في حضورها. كمان كان اهم حاجه كنت بتكلم فيها وهنا في يعني عندكم في المقدمه برضو كلمه فيها بطوله العالم. لازم احنا نشتغل من دلوقتي لبطوله العالم علشان عدد الدول بالذات دولنا العربيه يزيد العدد يعني. وفي مباركه من هناك للامير عبد العزيز ومن الاتحاد السعودي ان هم يشاركوا معانا، ويمكن كمان هيجوا قبلها بفتره يقضوا معانا هنا شهر في مصر، ممكن ايه يتدربوا على المضمار ده. جميل. ايضا على المستوى الدولي، عارف طبعا المستوى الدولي يبقى في العالم كله في نوع من يعني التجمعات، مش عايز اسميه تكتلات، تجمعات. فلازم الاتحاد العربي او المجموعه العربيه تكون ان وان واي. يعني انا كنائب اول رئيس الاتحاد الدولي طبعا لازم يبقى نهتم بالجيل الصاعد من مصر والجيل الصاعد من الدول العربيه، ان احنا نديهم فرصه، يبقى في فرصه ليهم في الاتحاد الدولي سواء على مستوى العالي كمجلس اداره او سواء على مستوى اللجان اللي موجوده في الاتحاد الدولي. تمام. رائع جدا. انا عايزه اروح بقى انا وكريم مع حضرتك لبطوله افريقيا وعدد هنا او المشاركين ونعرف التفاصيل اكتر واستعداداتنا طبعا. يعني يمكن لسه انا كنت عامل اجتماع اول امبارح لمجلس اداره الاتحاد الدولي فيس باي فيس، يعني جم حضروا يعني هايل. مش اونلاين يعني، لان هو الاونلاين طبعا بيسعف لكن الظروف طبعا، لكن الحوار اللي بيبقى في مواجهه بيبقى جميل وبيطلع افكار اكتر وبيبقى في فرصه للحوار اكتر، تعبري عن ارائك في. فعملت كده واتفقنا على خدنا قرار في الاتحاد الافريقي ان شاء الله احنا واخدينه مسبقا، بس تو كونفيرم يعني ناكد ان مصر هي سوف تقوم بتنظيم بطولتين افريقيتين، البطوله الاولى بطوله الطريق. احنا يعني عندنا 11 فرع او 11 لعبه في الدرجات، منهم الطريق والمضمار. المضمار زي ما تفضلت انت او تفضل المقدمه يعني بتقول ان فعلا المضمار بتاعنا من احسن مضامير العالم، ده فعلا من احسن مضمار في الشرق الاوسط. هو يخدم على افريقيا كلها ان شاء الله، فيش الا احنا ونيجيريا، بس المضمار بتاعنا احدث واقرب للايه؟ لكل القواعد الدوليه مواصفات العالم. وهننظم فيه ان شاء الله بطوله العالم نتكلم فيها لو انت عايز. انما بالنسبه للبطوله الافريقيه ان شاء الله هتكون عندنا بطولة الطريق. بطولة الطريق دي يشترك فيها الكبار رجال وإناث، يشترك فيها الناشئين رجال وإناث. دي بطولة أفريقيا ودي مؤهلة لبطولة العالم. عشان كده احنا حبينا نتعمل في مصر. عدد الدول اللي ممكن يشاركوا معانا في ظروف زي ما أنت قلت، في ظروف كورونا والجائحة اللي موجودة، إن شاء الله مش هيقل عن 15 دولة تكون موجودة، 15 دولة أفريقية. اللي احنا إن شاء الله نعملها في القاهرة. يعني بين 6 اكتوبر وبين الـ يعني اختار طريق لان لها مواصفات فنيه. احنا حطينا مكانين، العاصمه الجديده اللي ما فيها من يعني احنا بنقول لهم ان احنا يعني نعمل حاجه حلوه انت عالميه، والمنطقه الثانيه اللي قلنا نختار مدينه تعمل 6 اكتوبر
برضو ايه في طرق، بس بيتوقف على احنا الاسبوع الجاي هيجي لنا في 5 يناير كده هيجي التكنيكال ديليجيت اللي هو المسؤول الفني بتاع الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي يشوف معاينه ويختار واحد. طيب هو طبعا يعني بند بطوله العالم اكيد برضو من البنود اللي اكيد حابين نتكلم مع حضرتك بخصوصها، بس حضرتك اثرت فضولي انا الشخصي في اجابتك على السؤال بتاع نهاوند. حضرتك قلت لنا ان في 11 فرع مختلف في رياضه الدراجات، يعني الموضوع مش بالبساطه الواحد زي حضرتك ممكن يبقى متخيلها، فكره ان هي دراجه محترفه او احترافيه ويقودها دراج محترف، لا ده الموضوع فيه فئات مختلفه بالزبط. طب غير الطريق حضرتك قلت في ايه عندنا كمان؟ الطريق ودي طبعا اكتر حاجه مشهوره في العالم، الطريق ده اللي هو مجرد طريق في الطرق على الطريق، طريق يعني العادي سباق على الطريق تمام، له مواصفات طبعا ساعات بالذات البطولات العالميه لازم يكون في كيرفات في مطالع في مناء كده يعني بنختاره فنيا، لكن في الطريق اللي هو الاكثر انتشارا ده اكثر انتشارا في اوروبا بالذات، ابتدى بعديه على طول يبتدي التراك، التراك اللي هو المضمار ده اللي احنا عاملينه دوت تمام في استاد القاهره بعد كده الماونتين بايك الدراجه الجبليه، ومصر نظمت الدراجه بطوله افريقيا الدراجه الجبليه في 2017 يعني مش من بعيد يعني قريب لسه بالظبط. وبعدين كمان البي ام اكس، بي ام اكس دي اللي انا عايز النادي الاهلي يبتدي يعني نشوف في الاستادات مثلا جايز يكون في اريا في مدينه نصر، اريا في اكتوبر في اي مكان، عايزين مدمار مساحته 60 زي ملعب الكوره، ملعب الكوره دي ميزه البي ام اكس دوت، لو انت يمكن تشوفه بيبقى عباره عن همبس كده طالعه نازله بيلعبها من سن 5 سنين لغايه 70 سنه، دي مفتوحه وتبقى جوه النادي اولياء الامور هيشوفوا، غير الطريق، الطريق بيبقى برضو ايه بعيد شويه، وفي مصر عندنا مور دينجرس يعني برضو انت ما بتقدرش تدي تحطي ولادك ولا تحطي في الطريق، يبقى قلنا الطريق وقلنا المدمار والبي ام اكس والماونتين بايك اللي هي الدراجه الجبليه، وفي مصر طبعا يعني الحمد لله ابتديت قلنا احنا بس بنلعب 100 سنه بنلعب او بس الطريق خلال الاربع سنين اللي فاتوا احنا بنلعب خمسه اوكي الطريق المدمار البي ام اكس الماونتين بايك، ومصر نظمت البطوله الافريقيه في الاربعه دول جميل، والبطوله العربيه في ثلاثه منهم حلو ان شاء الله، عندنا بعد كده الباراسايكلينج اللي هو المعاقين تمام، يعني هو ده مهم جدا جدا طبعا، احنا عاملين في البطوله الافريقيه ان شاء الله جامعين بين انها تبقى بطوله عاديه وبطوله برضو هندخل معاهم المعاقين تمام، عندنا الاندور سايكلينج، الاندور سايكلينج اللي هي الدراجه في الـ في الـ في الـ في الجيم او في مكان مغلق في المكان يعني. عندنا السايكلو كروس، سايكلو كروس احنا يمكن طبيعه بلدنا مش فيها، لكن في اوروبا في بيتعمل في بلجيكا هولندا المانيا دول اكتر دول بيعملوا السايكلو كروس، اجواء واعره شويه بالظبط واعره وطينه وبتاع بيطلع اللاعب مش بيعرفه خالص اوكي عندنا زي ما قلت لك 11 لعبه جميل. ممكن بس دول المين برانشز او المين الافرع الرئيسيه، الافرع الرئيسيه اللي احنا ممكن نحاول نعملهم في مصر ان شاء الله وعملناهم كويس. نروح بقى للنقطة بتاعت بطولة العالم، هي المفروض تبقى في ابريل المقبل، وبرضه الاجراءات اللي احنا هنتخذها الاحترازية وغيره ان دي برضه مهمة. بص شوف احنا بطولة العالم كان المفروض ان هي تبقى 2020 في اغسطس نتيجة للظروف، يعني انا اتفقنا مع الاتحاد الدولي ومؤسسة الوزير برضه اشرف صبحي ان احنا مش هينفع تتعمل في الوقت ده، هي انا هسميها الظروف الكئيبه ان شاء الله ربنا يزيحها ان شاء الله وتجينا ظروف اجمل واحلى ان شاء الله. فاتنقلت يعني رأنا مع الاتحاد الدولي انها تبقى في 2021 على فكره احنا خدنا اول مره مصر تنظم بطوله عالم، اول في بالنسبه للدرجات اول مره افريقيا تنظم بطوله عالم، لان انا كنت انا كرئيس اتحاد افريقيا مهتم جدا بين افريقيا تبتدي تاخد بطولات العالم 100 سنه ازاي افريقيا ما تاخدش، فاخدنا خدنا مصر 20 ان شاء الله 21 خدنا يعني بطوله العالم للطريق ودي حاجه بتعتبر يعني اعجاز، خدناها في 20 ان شاء الله 25 ان شاء الله دولتين المتنافستين المغرب ورواندا دول اللي هم، فده كويس ان افريقيا تبتدي تنظم بطوله العالم. بالنسبه لبطوله العالم عندنا احنا ان شاء الله المضمار زي ما نفسي تزوروه ان شاء الله، اتشرف ان انتم تشرفونا يعني انجاز فوق العاده بالنسبه لمصر سواء على المستوى الفني سواء على مستوى الانفاق سواء على مستوى يعني ان شاء الله يكون من حاجه
من احدث المضمارات اللي موجوده. انا عامل فيه ان شاء الله هيتعمل فيه سنتر لكل افريقيا. عارف طبعا الرئيس عندنا مهتم بافريقيا، ان شاء الله بنتمنى ان يجي يفتتح هذا المضمار. فالبطوله العالم ان شاء الله في ظروف يعني في ظروف اللي احنا فيها، احنا كنا عاملين يعني الهدف بتاعنا يبقى اتليست 50 دوله تكون موجوده، لان دي بطوله العالم للمضمار للناشئين. دايما عددهم اقل من اعداد الطريق، لكن الايم اللي احنا حاطينه دلوقتي في الظروف ان شاء الله ان شاء الله نوصل للهدف دوت ان شاء الله باذن الله. بس انا احب دايما اكون ايه شويه حاط احتمالات او اكون واقعي، فاحنا حاطين من بين 30 35 دوله ان شاء الله هنوصل لخمسه. ربنا يستر الحال. طيب انا عايز اسال حضرتك يعني حضرتك سؤال يعني ممكن يكون بقى سؤال ساذج حبتين فسامحني فيه. هو اي حد بيعرف يركب عجل ممكن يكون دراج محترف؟ احنا بنتكلم على الدراجات عموما دي موجوده يعني في طفوله كل واحد يعني تمام. اي بيت في الدنيا فيه اطفال بطبيعه الحال في مراحل عمريه مختلفه بيكون بيركبوا عجل وبيتشاقوا وبيطلعوا هرصات وبيعملوا كل اللي حضرتك بالك فيه. هل ده لوحده كفيل او كافي ان هذا الطفل او هذه الطفله ممكن يكونوا دراجين محترفين في المستقبل؟ شوف كل لعبه ليها مواصفات، مفيش لعبه ملهاش مواصفات، سواء للاعب سواء احنا عندنا اللاعب والاداه والمدرب، دول اهم حاجه. اللاعب والادوات والمدرب، اللاعب يكون عنده المواصفات. طبعا انت عارف ان كل الاطفال اول ما اول ابنك ما يجي ويبتدي يقول لك عايز عجله. طبعا. فدي يعني حاجه صح. كل العالم على فكره يعني بنسميها احنا حتى بقول لهم دي لعبه البشر. صحيح. يعني كل الناس بتحب تلعب وما فيش بني ادم ما فيهوش يعني اصابات من العجل وهو طفل كلنا سواء محترف سواء هاوي. بالنسبه لينا عندنا طبعا في زي ما قلت لك انا مثلا البي ام اكس بيبدا من 5 سنين 6 سنين، فممكن نبدا بالطفل ده. لو احنا عملنا بقى المضمار اللي احنا بنقول عليه في النادي الاهلي والحاجات زي كده نبتدي نطلع البراعم اللي هم يقدروا يفيدونا في المستقبل يكونوا يلعبوا يبقوا ابطال. مفيش مشكله ان هو يتكلم على الاطفال يتكلم على السن الصغير طبعا اكيد. بنعمل مثلا لو احنا في نادي او في الاتحاد في 100 طفل في 100 لاعب صغير اكيد بيطلع منهم على الاقل 5 6 ممكن يكونوا دوليين. فده طبيعي ان يكون اللي بيلعب عادي ممكن المدرب او الفنيين يقدروا يكتشفوا فيه ان هو ده ان شاء الله يكون بطل. وعندنا نماذج كويسه في هذا الموضوع. جميل. طيب جميل جدا. انا بقى هروح مع حضرتك كده لقصه اللاعب نفسه او الدراج نفسه، وازاي انا ممكن برضو ده تكمله لسؤال كريم، ازاي انا اقدر اكتشف موهبه سواء انا شخصي او شخص مدرب او خبير يكتشف ان هذا الشخص ممكن يكون دراج عالمي او دراج محترف في المستقبل، افرقها ازاي؟ يعني هو الموضوع طبعا فني اكتر، لكن اكيد انت عارفه اللعبه بتاعتنا بتعتمد على ثلاث حاجات رئيسيه في الجسم اللاعب، يعني الماسلز العضلات بتاعه الرجل طبعا وعضلات الايد لانها بتبقى والظهر، دول الثلاث حاجات الجزع يعني دول الثلاث حاجات الرئيسيين في النسبه لي. زي ما احنا بنعمل نكتشف ناس كتير جدا، يمكن في ناس النهارده ناس كانوا طلعوا ابطال وابطال مصر يعني زي البنان انا شفته في فين قابلته، كنت ماشي في صلاح سالم ناحيه صلاح سالم كده اهو لقيت شاب عمال يلعب قلت له خد تعالى تعالى اركب فركن قلت له ايه تعالى انت بتعمل ايه؟ قال لي بلعب. قلت له ايه طب تعالى بقى تعالى لي فين؟ في الاتحاد كذا كذا انا فلان تعالى لي كذا. وجه فعلا اصبح من ضمن من احسن لعيبه مصر بنان ده في المنتخب القومي. فهي دي اللي تاني عليها صدفه سعيده فعلا جميله طبعا. لان احنا ان شاء الله في العصر دلوقتي ابتدت تنتشر اللعبه حتى على مستوى السن الكبير اللي بتتكلم عليه، واحنا بنعمل دلوقتي بطولات للكبار حتى الكبار اللي هم سنهم 40 و50 بنعمل حاجه اسمها الماسترز الرواد او الاساتذه على مستوى حتى على مستوى العالم لهم بطوله عالم ان شاء الله بنعمل لهم. يا رب انت صغيره انت انا رواد انا مع حضرتك بقى في انت الفئه في انا في الفئه دي ده مكاني انت في الجينيورز طب يا فندم يعني قبل ما نشكر حضرتك انا بس عندي برضه سؤال اخير لو تسمح لي. يعني حضرتك عندك ما شاء الله مجموعه من المناصب الرفيعه في الاتحاد المصري للدرجات، الاتحاد العربي، الاتحاد الافريقي، ونائب الاتحاد العالمي للدرجات.
حضرتك تمارس الرياضه دي انت شخصيا؟ شوف اقول لك على حاجه، انا عشت بعرف بدات اكتر بمارسها طبعا لغايه سن معين، انما بعد كده يعني انا كطبيب وطبعا اكيد الانسان كل الطب منشغل يعني بيبقى فيه نوع من الشغل. لكن انا في 91 كنت رئيس اتحاد، كنت اصغر رئيس اتحاد، لكن دخلت في يعني اي ام انترستنج او ان انا اكون مهتم ان انا اكون جوه اللعبه. ف كنت حكم دولي، كان الاول حكم دولي بفضل الله في افريقيا وفي الدول العربيه وفي مصر. فدي كانت هي اللي شجعتني ابتدي امشي في السلك بقى الدولي والعالمي. عموما احنا بنتمنى لحضرتك كل التوفيق وان شاء الله يعني نجاحات مدويه الفتره الجايه، وكل اللي حضرتك بتتطلع اليه يتحقق باذن الله قريبا. متشكر ليكم ومتشكر لقناه الاهلي، وتاني برضو زي ما بدات هعيد الطلب ان شاء الله، وانتم بقى دايما باذن الله الرساله توصل طبعا ان شاء الله للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ان يكون تكون رياضه درجات ان شاء الله جوه ان شاء الله باذن الله. وبما ان احنا بقى بنتمنى ده، هل سؤال اخير سريعا جدا، اي حد في اي سن ممكن ان هو يمارس هذه الرياضه طبعا. مش شرط يكون بقى من البدايه وبيتمرن عدد ساعات معينه، ممكن يبدا من اي سن بس بعد كده يلتزم، صح كده؟ اكيد رائع أكيد. جدا الله يخليك، شكرا يا دكتور، سعداء بيكم، ربنا يخليك، حضرتك اللي نورتنا وشرفتنا، والشكر موصول اكيد لكل حضراتكم على حسن المتابعه. كابتن نهوان، كابتن كريم، انا سعيده جدا، ويعني كانت حلقه حلوه فعلا. اشوفكم على خير بكره باذن الرحمن، حلقه جديده، سلام عليكم.